أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اتصالا هاتفيا مع وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي بوبيندر يداف. وخلال الاتصال أكد شكري على تقدير مصر لدور الهند المهم في مفاوضات تغير المناخ، مشيدا بإعلان الهند مؤخرا عن تعزيز إسهاماتها لخفض الانبعاثات بما يسهم في جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ. وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند حول موضوعات المناخ المختلفة، كما تم بحث نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا في ضوء رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين العام القادم.